سلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جديد مع سابورا بانيل. مرحبا بكم في الجزء الثاني من فيديو الطرح في الأعداد الكسرية. شفنا في الفيديو السابق القاعدة العامة لتطبيق الطرح في الأعداد الكسرية، وشفنا كذلك زوز حالات استثنائية اللي هما إذا كانوا عندهم نفس المقام شنو نعمل بالضبط، وإذا كان مقام أحدهم هو مضاعف للآخر. وشفنا في كل حالة استثنائية القاعدة ومع مثال. نوصل مع بعضنا للحالة الاستثنائية الثالثة، وهي أنه يكون المقامات لا علاقة ببعضهم وما عندهمش لا مضاعف مشترك أصغر ولا مضاعف مشترك أكبر. فهمتوا ولا؟ يعني لهنا باش نلتجأ إلى الحالة الثالثة وهي أو القاعدة الثالثة وهي توحيد المقامات. وقتاش نستعملوه توحيد المقامات؟ إذا كان العددين لهما عددين مقامين مختلفين وما عندهمش حتى علاقة ببعضهم. باهي، القاعدة تقول وليتو توا تعرفوا شنو معناها توحيد المقامات هكا ولا. عندي مثلا على ب الا بما اننا احنا في الطرح، سي على دي، هذا لا علاقة بالاخر. قلنا البسط معنيش معه مشكلة، ولكن مشكلتنا الوحيدة هو انه المقام. اول حاجة القاعدة العامة تقول انك تضرب بسط الاول في مقام الثاني، ا في دي ناقص بسط الثاني في مقام الاول، سي في ب، ثم المقام الاول في المقام الثاني. ببساطة شديدة، وهذا هي القاعدة في توحيد المقامات. والقاعدة هذه احبتي راهي صالحة للجمع والطرح، باهي، لتوحيد المقامات بصفة عامة. استعملها وين تسمع توحيد مقامات، هذه هي القاعدة، باهي. وبطبيعة الحال لانه احنا في الاعداد الكسرية مادام مشكلتنا ديما مع المقامات، يعني في اي عملية عزيزي التلميذ اول حاجة تفكر فيها هي انك توحد المقامات من الاخر. يعني الهدف الاساسي متاعك هو انك تتحصل على مقام موحد. ريتو احنا خدمنا توا الجمع والطرح، ديما نقول لكم توحيد مقامات، لانه اسهل حاله. معناها احنا نبدلوا الاعداد هذوكم نحو اسهل حاله، نهزوهم الكل نحو اسهل حاله، وبعد نطبقوا القاعده نحصلوهم في مقام موحد، وبعد نطبقوا القاعده متاع المقامات الموحده وكهو. باهي، ناخذ مثال. خليني نبدا من هوني. عندي مثلا 32 على 4 ناقص خليني نقول 7 على 3. لا اوكي، لا علاقة ببعضهم، لا مضاعفات ولا شيء. اي قداش تساوي؟ نطبق القاعدة بالضبط اللي هي تقول البسط الاول في المقام الثاني، 32 في 3 ناقص البسط الثاني في مقام الاول، 7 في 4، اي والمقامين في بعضهم. النتيجة قداش؟ عندي هوني 2 في 3 6، و 3 في 3 9، الأول 96 إلا 28، باهي. وعندي في المقام 12، باهي يا سيدي. خليني باهي 96 إلا 28. بطبيعة الحال توا مش نعملو عملية طرح بسيطة، 6 إلا 8 ما نجمش. 16 إلا 8 قديش؟ 8 بطبيعة الحال، رجعوني 9 إلا 3 6، وهوكا المقام بتاعي حاضر لأني خدمت عليه ووحدته. باهي يا سيدي، أنا لاحظت هوني هوكا النتيجة أمورها هانية. تحب تتوقف هوني راهو صحيح، أما إحنا لاحظنا اللي هي نجم نقسمها، نجم نصغر فيها كبيرة برشا النتيجة، نجم نصغر فيها
فيه لاحظت انه العددين قابلين القسمة على 6، عفوا على 2 مثلا. مش نقسم مزوز على 2، قديش نتحصل؟ نتحصل على 34 على 6 باه، ونفس نتيجة راو. تكتب كيف تكتب هذه او هذه، لا بالعكس، هذه يعطيك عليها المعلم عدد اضافي لانك استعملت الاختزال، معناها انت فاهم فاش قاعد تعمل. ب لاح، هل هي ما زالت قابلة على عدد القسمة على عدد ما او لا؟ شوفوا احنا دائما نخرج اول حاجة للمقام، المقام ينجم يتقسم على 2 وعلى 3 وعلى 6 على نفسه معناه. نجربوا على 2 على 3، باه نجربوا على 3 او قبل هذا، خلينا نجربوا على 6. 6 على 6 يساوي 1، وال 34 ماهيش قابله للقسمه على 6، معناها 6 هذا اليميني نحذفوه. نجيو ل 3، 6 على 3 يساوي 2، ولكن ال 34 ماهيش قابله للقسمه على 3، اذا حتى 3 نحيوها. نجيو لل 2، 6 على 2 قابلة القسمة، معناها 6 قابلة القسمة على 2 وحتى ل 34. معناها انا نجم هذه زيد نعاود نقسمها مرة اخرى، في نختزلها، عفوا كلمة اختزال، نستعملوا كلمة اختزال، والاختزال هو بطبيعة الحال قسمة. راه باهي هوني 17 وهوني 3، باهي نشوفوا هذه 3 على شنو قابلة القسمة؟ فقط تقبل القسمة على نفسها على 3 كهو، لا تقبل القسمة لا على 2 ولا شيء، تقبل القسمة على 3. باهي 17 قابل القسمة على 3 ولا لا؟ مش قابلة، معناها اخر حاجة نجم نوصل لها في الاختزال هي 17 على 3، فهمتوا ولا؟ باهي، معناها انا استعملت هوني الاختزال باش نبين لك انه راهو الاختزال نستعملوه باش نصغروا به النتيجة، مش انا عطيتكم المرة اللي فاتت في فيديو الجامعة اذا كان عندهم من مضاعفات وكها وتقولي لا الاختزال نستعمله كان غادي، لا لا، الاختزال تستعمله وين تحب تصغر العدد متاعك باش تسهل الحساب. باهي هيا سيدي اعطيكم مثال اخر بزيدوا نفهموا بالباهي الطريقة. ناخذوا شنو هما العداد مثلا 45 على 12، لازم هم يكونوا لا علاقة ببعض، 45 على 12 الا 21 على 10، 21 على 10 اوك ما همش من مضاعفات بعض هكا ولا كي؟ شنو باش نعمل؟ نطبق القاعده، نكتب القاعده كيف ما هي، 45 على في 10، عفوا في 10 اي ناقص 21 في 12، 21 في 12 معناها بسط الاول في مقام الثاني الا بسط الثاني في مقام الاول اي، ومن بعد 12 في 10 المقامات في بعض اي، النتيجه شنو هي؟ 45 في 10 هي 450 هاي، الا 21 في 12 يظهر لي 252. باه احنا هوني مش في حاله يظهر لي، اي انثبتوا فيها 21 في 12 هي فما قاعده راهي تسهل لك الخدمه تاع عمليات الضرب في رقمين، وخاصه اذا يكون الضارب محصور ما بين 10 و20. ولكن انا كي باش نعطيكم توا باش ندخلكم بعضكم وباش تولي عندكم كم هائل من المعلومات ما تعرفوش مع شكون تركزوا، خلينا نخدموها عمليه عموديه والسلام، في انتظار انه يكفيني الوقت يا ربي ونجي نكتب، معناها نخدم لكم فيديو اخر فيه طرق جديده لتسريع انجاز جزئيات. باهي 2 في 1 2، 2 في 2 4، ب 1 2 إجابة كنت معناها خرجتها صحيح، ب 252 يسالش تحب تتأكد عندك مسودة اخدم عليه. ب يا سيدي المقام بتاعي هو 120، توا ما بقالي كان نحسب الفارق 450 إلا 252، صفر إلا 2 ما نجمش، 10 إلا 2 8، أرجع هنا عفوا هنا أرجع هنا، 5 إلا 6 ما نجمش، 15 إلا 6 قديش؟
تسعة صحيتو رجعهوني أربعة إلا ثلاثة واحد. النتيجة بتاعي هي هذه 198 على 120. باه تحب تختزل، شوف انت ال 120 على شنو، او اش معناها اختزال، مش شنو معناه، كيفاش باش تختزل. اول حاجه تخزر لها اذا انت نويت الاختزال هو المقام نتاعك، شوفوا على شنو ما القواسم نتاعو، على شنو يتقسم بالضبط، وجرب شد كل قاسم اخترته يتقسم عليه، جرب البسط يتقسم عليه ولا، اذا ما يتقسمش القاسم هذاك نحيه، تعدل الثاني، اذا البسط ما يتقسمش عليه، ما هوش قابل القسم عليه، تعدل اللي بعده، تعدل اللي بعده، حتى لين تلقى القاسم المشترك. اذا انت ماكش ناوي الاختزال فنجم تتوقف عند هذا الحد ببساطة شديدة. 120 نجم تتقسم على نفسها، نجم تتقسم على 60، نجم تتقسم على 6، نجم تتقسم على برشة برشة قواسم. فهمتوا؟ اختاروا اي قاسم منهم وجربوا، اذا 98 قابلة للقسم عليها، يعني في النتيجة ما كومش باش تلقاو عدد عشري، معني عدد فيه فاصل، باهي تلقاو عدد صحيح طبيعي. اذا مش تلقاو عدد عشري معناها راو سي 198 ما يقبلش القسم عليه، معناها القسم هذاك نحيوه، تعادل اللي بعده نحنا، وهكذا دواليك ببساطة شديدة. هذا هو الاختزال، وقلت لك الاختزال لازمك اول حاجة تخزر للمقام متاعك وعلى شنو نجم يتقسم، ومن بعد جرب. باهي ماكش انت باش تخترع قواسم من عندك، باش سهل على روحك، اخزر المقام على شنو نجم يتقسم، ومن بعد جرب على البسط. فهمتوا ولا؟ الى هنا احبتي ناتي الى نهاية هذا الجزء الثاني من الطرح، واللي رينا فيه الحالة الاستثنائية الثالثة، وهي انهم يكونوا المقامات لا علاقة ببعضهم، معناها مختلفين تماما. ورينا القاعدة، قلت لكم راهي القاعدة هذه ستتبعكم الى ما لا نهاية، وانتم تتعاملوا مع الاعداد الكسرية وانت تحركوا باش تستعملوها. باهي ان شاء الله يكون شرحي واضح ومفصل لي الحد هذا من لين وصلنا بطبيعة الحال. اي سؤال، اي حاجة غامضة ما فهمتوهاش، تحبوا اي حاجة نعملوا عليها فيديو ونفسروها، مرحبا بكم على صفحة الفيسبوك، اكتبوا اللي تحبوا عليه اي سؤال، وان شاء الله نكون في الموعد للإجابة، وان شاء الله نكون في الموعد باش نعطيكم ديما المعلومة في وقتها. شكرا لكم على الوفاء اول حاجة، وعلى الانتباه والمتابعة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.